بهدف تعزيز قدرات المجتمعات المحلية التونسية على مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تم إطلاق برنامج معاً، برنامج تعمل على تنفيذه مجموعة من الشركاء التونسيين والدوليين. 30 مجتمعا محليا ب15 ولاية تونسية سينتفع بمشروع معا، وهو يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية ودعم قدرات شبابها لتعزيز تماسكها. المشروع الذي تم الإعلان عن انطلاقه تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع رئاسة الحكومة التونسية. بيركز على الشباب في 30 مجتمع محلي وفي 15 ولاية بتونس. مدة البرنامج 5 سنين، ونتمنى بهاي الـ5 سنين نقدر نوصل لأكثر مجتمعات محلية في تونس. قيمة البرنامج حوالي 48.5 مليون دولار. شباب نشطاء بالمجتمع المدني من عديد الولايات والمناطق انخرطوا في برنامج معا، وانطلقوا بالعمل الميداني في مجتمعاتهم المحلية لوضع الخطط ورسم الأولويات. صويف كيف دخلنا لها عرفنا فيها برشا ناس اللي هما شباب عنده بوتنسيال وعنده فولونتي يحب يقدم ويحب يطور. الشباب هذوما يعرفوا اللي فما في صويف برشا فرص وبرشا موارد، الوغ الموارد والفرص هذوما ماهمش متاحين وماهمش اكسيسيبل. دونك قلنا ايجي والناس الكل نحكي ونخرجوا نعملوا تخطيط مجتمعي اللي هو الكوميونيتي مابن، هي باش يتلموا العباد الكل اللي هما مجتمع مدني قطاع عام وخاص وشباب مخطط هما بيدهم باش يشوفوا مخرجات التخطيط الشبابي. نخدموا على ان نفذوا المشروع في معتمدين القيروان الشمالي. دينا من الاول عملنا الفورماسيون نتاعنا اللي جانوا المابور نتاعنا، من بعد هبطوا سور تيران خدموا عملوا الكيستيونير نتاعهم، وتوا انهم يعملوا الاناليز نتاع الداتا. تمكين فئات الشباب من تحديد مكامن الهشاشه في مجتمعاتهم المحليه والعمل على معالجتها في اطار تشاركي من شانه ان يعزز مبدا اللامركزيه حسب تاكيد القائمين على المشروع. من خلال برنامج معا نحاول مع عديد الاطراف المتدخله ان ندعم مبادرات الحكومه التونسيه في الاحاطه بشباب المناطق الداخليه ومساعدتهم على تحدي الصعوبات التي تواجههم في بناء مجتمعاتهم المحليه، وهذا يدخل في اطار تكريس اللامركزيه. العمل على توفير جميع عناصر نجاح هذه التجربه، وعنصر من بين عناصرها هي مشاركه شابات وشباب تونس في دعم هذه التجربه في تنميه قدراتهم المحليه، وخصوصا في وضع آليات تشاركية مباشرة تمكن الشباب من تحديد حاجياته، من تحديد أهدافه. ويذكر أنه سيتم رصد منح عينية لكل ولاية في السنة الأولى من تنفيذ البرنامج.